الله في حلقة جديدة من بانكوك. في هالحلقة راح نتكلم عن إيجابيات وسلبيات وظيفة الطيران، واللي خليني أتكلم في هالوقت بالذات عن هذا الموضوع يعني واحد من التعليقات يقول لي أنت مقزرها من دولة لدولة وإحنا قاعدين في هالمكان التعبان. صح، وطبعا سفري هذا وتواجدي أنا في هذه الأماكن من إيجابيات الوظيفة، ولكن اللي يغيب عن الناس هي السلبيات اللي في الوظيفة. يعني في مقابل تواجدي في هذه البلدان أيضا في أشياء ثانية أنا قاعد أخسرها. لا تنسى الوقت اللي أنا قاعد أقضيه في الطيران، يعني رحلة مثل نيويورك أو مثل مانيلا أو غيرها، نقضي يوم كامل إحنا في الطيارة. لو تجمع الأيام هذه كلها راح تلاقي إنها سنين متراكمة راحت في حياتنا وإحنا داخل الطيارة هذه. ضيف على هذا المسؤوليات اللي احنا قاعد نخليها في البيت على اهلنا، قاعد تراكم عليهم وتعبهم، وايضا هذا يرجع علينا في السلبيه لما نرجع نلاقي اشغال وايد ناطرتنا وتعب ومجهود لازم نحطه هناك في البيت، لان احنا كنا غايبين ايام والايام هذه تراكمت فيها الاشغال لازم نرجع نخلصها. الشيء الثالث والاهم واللي الناس ما تحس فيه ولا تشوفه هي تاثيره على عيالنا. يعني احنا عيالنا كبروا واحنا اصلا مو موجودين، طافتنا وايد مناسبات اجتماعية وياهم، وايد مناسبات خاصة ما كنا حاضرينها. يعني أنا الحين أتذكر مواقف مثلا مع بناتي، واحدة كانت صغيرة كان عمرها 4 سنوات، كنت رايح رحلة كانت تقول لي يبا لا تروح قعد ويانا، قلت يبا لازم أروح أنا هذا شغلي، كانت تقول لي خلاص دام أنت ما تبينا إحنا بعد ما نبيك روح. فتخيل بنت في 4 سنوات تعتقد أنك أنت ما تبيهم، أنك أنت قاعد تهدهم لأنك أنت ما تبيهم. وبنتي الثانية كان عندها حفل في واحدة من المدارس يوم كانت صغيرة في الروضة وما قدرت أحضر، رديت من رحلة 3 أيام ما تكلمني البنت، وهذه الطفلة في الروضة. فكل الأشياء هذه تجي عليهم بالسلبية وتأثر عليك في حياتك، هذه من الأشياء اللي تأثر عليك بشكل كبير وغير ملموس والناس ما تشوفها ولا تحس فيها. فلذلك تواجدنا في هذه البلدان وأيضا متعتنا اللي في لها مقابل، إحنا قاعد ندفع المقابل هذا. تقول لي والله راتبك عالي وتقول لي ما اعرف ايش وانت قاعد تستانس، صح، بس قاعد ندفع مقابله مو قاعد يجيب مجانا. فلذلك لما تيجي تحسب على الطيار وظيفته وتشوفه شنو يسوي شنو ما يسوي، ايضا تذكر السلبيات والاشياء اللي يمر فيها بمقابل الاشياء اللي قاعد يحصل. وايد يسألوني على المشروب الاخضر هذا اللي اشربه، طبعا اسمه ماتشا لاتيه باختصار، يعني هو نوع من انواع الشاي الاخضر بس يحطون معاه حليب يصير لاتيه، وايد صحي بالنسبه حقي وايد جيد. في ناس ما تقدر تستانس. الاشياء الايجابيه في وظيفتنا وتواجدنا في هذه البلدان وايضا تجربتنا للمطاعم الموجوده وانواع الاكل المختلف من بلد لبلد، شعوب طبخهم غير، شعوب عندهم اكل غريب، شيء جديد تقدر تجربه انت لانك انت قاعد تسوي وتؤدي وظيفتك، فانت بسفرك تقدر تجرب الاشياء هذه، وهذا الشيء جدا من الاشياء الايجابيه والممتعه في وظيفتنا. شيء ثاني ايجابي، قال لي واحد من المتابعين يقول شلون انتم تصلون، يعني هل تقضون حياتكم كلها جمع وقصر وانت مسافر؟ اي هذه من الاشياء الايجابيه، الله سبحانه وتعالى اعطانا رخص، والرخصه اللي اعطانا اياها الله سبحانه وتعالى يحب يشوفنا نسويها، فاحنا في سفرنا دائما نجمع ونقصر. فتخيلت نص الشهر جمع وقصر، يعني الحمد لله تعتبر من النعم اللي عندنا. من النعم الثالثة تواجدنا مثلا في بلدان يكون فيها عندنا أحد من الأهل أو الأصدقاء الله يشافيهم وتم عليهم يكونوا يعالجون. يعني مثلا في بانكوك هنا الحين عندي واحد من أصدقائي والده قاعد يتعالج، هي أزوره في لندن، واحد ثاني أيضا يسوي عملية أو غيرها أقدر أروح أزوره وأمره وكون متواجد وياه في فترته. فالأشياء هذه أيضا تعطيك نوع من الإيجابية، لأنك أنت تقدر تدخل فرح والسرور على ناس مو سهل أن أحد يزورهم في تواجدهم في هذه الأماكن. فالحمد لله يعني هذه من الأشياء أشوفها الإيجابية، يعني حتى مرات يكون في ناس جايين سياحة وأنت ما تقدر تضبط إجازتك أو سفرتك وياهم في أنك تواجد وياهم، فتي رحلة وتلاقيهم موجودين تستمتع وياهم حتى لو يوم أو يومين هنا. فهذه من الإيجابيات الموجودة في وظيفة الطيران. سمو
بس بروتين عالي ضحك والله بروتين عالي بس توبه بس طبعا يضحك طاح يضحك ما تبي يعني جراد مع كتشب وجسمه بروتين؟ بروتين عالي بس ما راح أعيدها خلاص. ليش؟ أفق؟ لا بس مشكور. صبحكم الله بخير. عندي طقوس أسويها قبل رحلات الصبح. بس قبل رحلات الصبح. باجي رحلات مصر. طبعاً وايد نتقابل ويا ناس الناس ما نعرفهم ولكن نشوفهم بشكل دوري، يعني مثلاً هني في القهوة اللي يشتغلون يحفظوننا من كثر ما احنا هني، فتصير مثل معرفة بسيطة، يعني شيء ما أدري شلون أفسر لكم إياه، بس يصيرون مثل أصدقاء بسيطين، ولكن مقابلتهم وشوفتهم تسعدنا وتسعدهم، لأن احنا تعودنا أن نشوفهم دائماً سواء هني أو في أي ديرة ثانية، راح تلاقي نفس الشيء، وراح تلاقي كل طيار عندها ناس كذي يعرفهم وحتى ما يعرف أساميهم، بس سنين يكون له علاقة وياهم لأن دائما يتكرر عليهم. وكذي أتوقع خلصنا حلقتنا، نروح طيارة ونشوفكم في حلقة ثانية. مع السلامة.